أنا وجدت نساء متطرفات في مساجد كثيرة، وأنا بدي الدعوة بتاعتي اكتشفت إن عندهم أفكار مختلفة تماماً عن الدين بتاعنا، وبلاقي ليهم كتب مختلفة، وبلاقي ليهم أفكار بحس إنها أفكار هدامة. إذا نجحوا إن هم يستقطبوا حد من النساء يبقى إحنا خسرنا حد كويس. فأنا بحاول أكلمهم بالحجة وبقول لهم أنتوا مش فاهمين الدين. هم بيعملوا كتب لنفسهم، بيألفوا كتب في الفقه، بيألفوا كتب في الحديث، بيألفوا كتب في الدعوة. بس نقلا عن مين لنفسهم. ينقلوا عن مين؟ إخوان اللي بينقلوا عن مين يعني؟ ما أعرفش بينقلوا عن مين، عن ناس بينقلوا عن ناس. عارف حضرتك لما تيجي تقول فيه مثلا فلان الإمام الفلاني له قول، لكن الجمهور له قول آخر، فإحنا بناخد رأي الجمهور لأن ده الغالب، فياخدوا دايما الأقوال الشاذة ويضيفوا عليها شوية ويفهموا الآيات. يعني كل آيات القتال فهمنها بشكل يعني مختلف خالص.